زعمة التصفية النهائية. لجنة التحكيم تستقبل المترشحين. عسلامة، مرحبا بكم في زعمة. النجم نتجاوز كورونا من غير كارثة اقتصادية. نستقبل مع بعضنا توتسويت المشارك الأول. صباح النور. مرحبا بك. عايشك ومرحبا. قد منا روحك. أوصب العظيم، 25 سنة من معتمدية المطوية ولاية جبس. أوس، عندك 99 ثانية باش تقدم الحجج نتاعك فيما يخص الأطروحة زعما النجم نتجاوز الكورونا من غير كارثة اقتصادية. تفضل. شكرا أمل. الأطروحة اليوم تقول زعما النجم نتجاوز الكورونا بدون كارثة اقتصادية. حسب رأيي إنعم النجم، وأكثر من هيك النجم الحق انتعاش على مستوى الاقتصاد التونسي. كان نعتمدوا على استراتيجية قائمة بالأساس على الإصلاح ووقف النزيف بالنسبة للمؤسسات العمومية. استراتيجية هذه ما تكون فعالة كما تكون قائمة على ثلاثة مراحل: على المدى القريب، المدى المتوسط، والمدى البعيد. ففي المدى القريب لازم تونس تحقق استقرار سياسي، واللي فشلنا فيه منذ 2011 عن طريق الدعوة إلى حوار وطني يجمع كل الأطراف، يكون ذو بعد اقتصادي واجتماعي. ومن أول أولويات الحكومة الترشيد في النفقات قبل موفى السنة من الأهم إلى المهم. في نقطة أخرى على المدى القريب، كما نجحنا باش ندخلوا في الأسواق الإفريقية عبر تفعيل اتفاقية الكوميسا مع 21 دولة إفريقية، فإن الدولة مطالبة بالانفتاح أكثر على الأسواق الخارجية الأخرى بحكم موقعنا الاستراتيجي، وذلك عبر دعم وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية. أما في المدى المتوسط فلازمنا نقوم بإيقاف النزيف الفوري للمؤسسات العمومية لأثقل كاهل الدولة بالديون، وصلت إلى 6000 مليار. المؤسسات العمومية هذه تعتبر مهمة برشا للمواطن وكذلك للدولة والاقتصاد الدولة زادة. ومن الحلول اللي لازم نذكرها هي إعادة هيكلة هذه المؤسسات أو البحث على شركاء استراتيجيين. وأخيرا وليس آخرا، ففي المدى البعيد لازمنا نخدم على رؤية استراتيجية جديدة تبني إلى منوال تنموي واقتصادي جديد يكون مبني على الرقمنة والصناعات الصديقة للبيئة. يد واحدة ما تصفقش، وإن شاء الله نس كل مع بعضنا نتجاوزوا الأزمة هذه. وشكرا. شكرا لك أوس. عايشك كمان. مازال عندك 6 ثواني. اكتفيت به أوس، اكتفى أوس. تقعد معنا باش نصوتوا توا لجنة التحكيم وباش نعطيوك بعض الملاحظات. واضح. صوت لك يا أوس، أنا وفرحانة برشا بيك. عايشك. بخلاف أنه التطور ملحوظ من اللي تفرجنا فيك في الفيديو في السيليكسيون الأولى حتى التوى، ولكن الأمثلة الميدانية الحية معناها نعرفش كان فاهميني، فماش حاجة أبسورد عملية، كلام عملي. يعطيك صحة، مانيش نحكيو على نظريات عامة في الاقتصاد، ولكن واضح عندك الدبلوماسية الاقتصادية تعرفها شنو باش تعمل، عندك مشكلة المؤسسات العمومية وطرحتها بكل وضوح، وموضوع الرقمنة. يعطيك صحة يا أوس. أنا نعرفه مش من الفيديو الأولى، أنا نعرفه من السيزون اللي فاتت من عام ناوي، تقابلنا في مشروع آخر وفعلا أوس طورت شهيرة. اي طورت ياسر دوبوي، منظم مريقل الثقه في النفس، وتحكي كما قالت خلود كلام عملي ومنطقي. يعطيك الصحه. عايشك ميرسي. صح ستيلو هاي في من ماكسي. شو اسمه يونيكورن هذايا؟ لا ليكورن. لا ليكورن. اي من عند خلود هذاك. هذاك هدية على خاطر سحري، هذاك شفتوا هيثم اليوم قداش جونتي. نعم تعبناتي، هذا باش ترجعوا من بعد هيثم، ما تعمليش مشكله. يا اوس يزي من السسبانس اللي عملناه لك. شو نقولوا توت سويت على نتيجة التصويت؟ أوس، التصويت نتاعك عطى 80%. ميرسي. عايشكم. برافو. تفضل. عايشكم. باهي، يعطي الصحة أوس. نستقبلوا مع بعضنا المتسابق أو المتسابقة الجاية. عسلامة. مرحبا. عسلامة مرحبا. خلود بن عمر من ولاية جيبس، نعمل مسار اون كونتابيليتي في الياشوسيس فاقس. مرحبا بك. عايشك. تفضل، عندك 99 ثانية باش تدافع على وجهة نظر نتاعك. اوكي. زعما نجمو نتجاوزو كورونا من غير كارثة اقتصادية؟ أكيد نجمو، مادام الأمر مازال بيد الدولة ومؤسساتها، ما خرجش من عندنا، فمازال أمل كبير مش كان نتجاوزو الكارثة، بالعكس نوصلوا نسبة نمو تليق بمتطلعات الشعب. إذا كان علاش الأمر مقتصر في إضافة الموارد الداخلية وتنقيص في النفقات؟ نبداو بالموارد الإضافية. أول حاجة جدية العمل الحكومي في تطبيق القانون تحت الوضع الاستثنائي، إجراء صلح قضائي جبائي وديواني، منها يخولنا من استرجاع الأموال اللي تسلهم الدولة لقيمة 10 مليار دينار بداية من السنة إلى 3 سنوات القادمة. ثانيا، دمج الاقتصاد الموازي، أي ما سوق الموازية اللي يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ما ننسوش المؤسسات العمومية اللي اليوم لازم برشا مؤسسات لازم إصلاحها،
كما السير والتينيسير. أضعف الإيمان تصير تغيير في الحوكمة وتصبح غير خاضعة لأي صفقات حكومية. نجول الصفقات تنقص في الصفقات اللي أصبحت تثقل كاهن الدولة، اللي نشوف الدولة اللي اليوم قاعدة تنتدب بالآلاف وتزيد في الأجور، اللي هي هذه حاجة غلطة. الحل مش في الخوصة أو في الخوصة أو في البيع، بالعكس لازم نشوفوا شركاء استراتيجيين يدخلوا العملة الصعبة، يصير فما خادمي فاعلية في الخدمات. رسالة الأخيرة اللي هذا كله يصير لكن بشرط واحد، توافق سياسي اللي هو مطروح من عدة أحزاب ومؤسسات، حوار اللي بين السلطات الثلاث والاتحاد العام التونسي للشغل للقطع الكامل للنزيف، بعدك النجم نتعاركوا على السلطة. تونس اللي خذات جائزة نوبل للسلام مش نتجاوز الكورونا من غير كارثة اقتصادية. كها مازال عندك وقت خلود، اكتفي بهذا القدر. به نصوتوا شباب، نصوتوا طبعا. يعطيك الصحة خلود، كنت منظمة، حذرت الحجاج نتاعك، واللي يعجبك المترشحين نتاع اليوم عندهم مخطط كامل للإصلاح الاقتصادي والنهوض وإعادة عجلة الإنتاج. يعطيك الصحة، معناها بوتيتر نختلف مع مش نختلف، بوتيتر لازم نثبت في شوية أرقام، أما ما عنديش حاجة أخرى باش ننقدها. أنا عجبني ياسر الميساج معناتها المتفائل نتاع الأخرين اللي ختمت بيه، اللي قالت تونس اللي خذت جائزة نوبل للسلام تنجم تتجاوز كورونا من غير كارثة اقتصادية، خاطر أنت حكيت في حل من الحلول قلت لازمنا توافق سياسي، دونك من أبواب التوافق السياسي عشنا التجربة هذه قبل في 2014 وصار حوار وطني، نون سولمون صار حوار وطني تجاوزنا به أزمة سياسية عميقة وقتها، ولكن أون بلوس الحوار الوطني هذاك نلنا بفضل جائزة نوبل للسلام وجمع شركاء سياسيين خلينا نقولوا متعارضين ولا متنافسين سياسيين على نفس الطاولة. قداش عمرك؟ 22 عام. وقت اللي تكلمت خلود حسيت فما اون بوفي ديسبوار، فما برشا امل جاي هكا من عندك ومن ضحكتك. الأداء كان ممتاز حتى على مستوى الإلقاء متاع الحجاج. جست نطلب منك خلود أنه تؤفين أم بو المعلومات، دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد كيفاش مثلا، هذية تزيد تفكر أكثر في الطريقة الأمثل حتى تكون الحجة واضحة معناها ومتفرعة. شكرا لك خلود، يعطيك الصحة، كنت ممتازة. التصويت أعطاك 73%، مرحبا بك، يعيشك. المتبارية المتناظرة مريم بوسرسار، مرحبا بك. عايشك، مرحبا بك. النشاط والحيوية والغناء أي خلينا نشوفوا توا في الحجج الاقتصادية كيفاش. استنى نحب نسألها ساعة، قدش عمرها صغيرونة ياسر؟ عمري 16. يا لله. وين تقرا مريم؟ دوزيام سيونس في ليسي بيلوت فاقس. بارك الله عليك مريم. عايشك. مرحبا بك يا بنت. في الثانوي معناه. وهذا لا يمنع انك تعمل لنا توا اون بريستاسيون اكستراوردينير. تفضل 99 ثانية. عايشك. زعما تونس تنجم تتجاوز كورونا من غير كارثة اقتصادية؟ اي نعم، تونس تنجم تتجاوز كورونا من غير كارثة اقتصادية، خاطر برشا تجارب اثبتت انه حتى ازمة لا نجم تطيح دولة ولا نجم تطيح شعب. نحب نتوجه بالكلام تاعي الى ثلاثة انواع تاع متفرجين. اولا نحكي مع السياسيين، حاب نقول لكم راهو عمق الازمة ما عنده ما يؤدي الا لحوار وطني اقتصادي اجتماعي شامل، باش خاطر الأزمة اللي نعيشوا فيها ما هي إلا نتاج منوال اقتصادي غير قادر على خلق الثروة هو هو ممتد من عهد بن علي إلى الآن، وكان سبب في برشا أحداث كيف ما أحداث الحوض المنجمي 2008 اللي أدت إلى ثورة 2011. ثانياً نحب نحكي مع المواطن، سيدي المواطن راهو الكورونا فما برشا عوامل أثبتت أن الكورونا سيتم القضاء عليها، ما زالش برشا، واللقاحات الكبرى، اللقاحات ذات الفاعلية الكبرى قاعدة تدخلت في مرحلة التسويق. هذا اللي باش يعطينا انفراج على مستوى الصحي وبالتالي انفراج على مستوى الاقتصاد. وبطبيعة البنك الأوروبي قال راهو تونس ستشهد نمو بقيمة 4% بعد كورونا. ثالث حاجة نحب نحكي مع الشباب، شباب نشكركم برشا خاطركم بريد كورونا أبرزتوا مواهبكم، أبرزتوا النشاطات نتاعكم، كنتوا مستقبل بلاد نورتونا فيه، وهذا ما يمنعش انه الدولة لازم تساندكم ولازم تعطيكم الفرص باش تعطيوا الأنشطة نتاعكم وتزيدوا في الستارت اب. آخر حاجة لازمتنا إرادة سياسية، لازمتنا المواطن يرجع للعمل باش يصير هذا كله. ميرسي.
قد نختار لك انت عاشك مرجو جيت في الوقت جيت محليه التفاؤل لا التفاؤل محليه وذيك حتى القصه راهي هذيك ياسر موتيتك اما توا احنا راهو باش نصوتوا على اساس الحجج طبعا تعرفه ممكن صوتوا مريم يعطيك صحة في المود اللي قدمت به الحجاج متاعك حسيناك مقتنعة بالكلام اللي تقول فيه حسيناك متحمسة برشا ولكن مريم اونيتمون مريناش ياسر ربط أنا ما فهمتش العلاقة متى شو صار في كورونا كيفاش كورونا مست الاقتصاد وكيفاش باش نتجاوزوا أزمة كورونا من غير كارثة اقتصادية معناها الربط يمكن ما كانش واضح برشا المرة الجاية في المناظرة خاطر تنجم ترجع المناظرة في أي وقت حاول تربط ديما ما بين عناصر الأطروح وتفهمنا كيفاش أنت العنصر هذا والعنصر هذا يتقابلوا وين باش نلقاو الحلول أنا بالعكس جتروف اللي حاجة باهية أنك أعطيتنا شوية مضمون سياسي في اللي قاعدين نسمعوا فيه أنا كان جيت معناها يعني كنت نجم نقتنع تماما ونتبعك ونمن بيك أكثر من أنه نتبعك على خاطر أنت اليوم عملت لنا خطاب سياسي أنت تعش عملت أدغاس لناسيون يعني خطاب للشعب السياسيين تعملوا كذا الشباب تعملوا كذا كل واحد شد بلاستو أنا ماني فيك فما كاريزما فما حضور فما قدرة على الخطابة ومخاطبة الجماهير المحتوى تنجم تخدم عليه وتنجم تحسنه وتطير به تيران أما أنا فقط لأجل الحضور الرقحي كان تحبه القدرة على الخطابة وإقناع الناس حيك نزيد نحييك برشا وما نجمش نطلب منك أكثر من هكا من حيث كما قال هيثم الحضور الرقحي ومن حيث زاد الإلقاء متاعك وكيفاش توجهت إلى مختلف شرائح معناها عرفت أودولا دو سي سيزون تحكي مع السياسيين كل واحد خذا شربه معناها بالضبط العودة للأسباب العميقة للأزمة الاقتصادية التاريخية معناها خلينا نقول مهم جدا باش اليوم كونتكستواليزاسيون أبسوليومون هذه حاجة ياسر هامة وأنت خدمت عليها بون شانس مريوم يعطيك صحة مريوم ميرسي بوكو باش نعليك نعطيك النتيجة تاع التصويت 60% مريوم نتيجة التصويت مرحبا بك يا عايشة وآخر متسابقة في فريق الموالاة تتفضل مرحبا بك تفضل مرحبا يا للا عسلامة وصال عبود 21 سنة من سوسة نقرأ قانون تقرا قانون مرحبا بك يا وصال كما تعرف عندك 99 ثانيه كاملين باش تستغلهم باش تورينا فيهم الحجج نتاعك تفضل زعما تونس تنجم تتجاوز جائحه كورونا من غير كارثه اقتصاديه الاجابه حسب تقديري هي اي نعم علاش على خاطر عندنا برشا مؤشرات ايجابيه اللي تاكد الموقف هذا اولها تقديرات صندوق النقد الدولي اللي تقولنا اللي مؤشر النمو نتاعنا ينجم يطلع من نسبه -7% في 2020 حتى يولي +4% في 2021 واللي هي حاجه هامه برشا ثاني حاجه ما ننساوش اللي كورونا خلتنا نكتشفوا قطاعات حيويه هامه جدا كلها بريسك تحوم حول الديجيتاليزاسيون واللي كورونا سرعت في نسق هذه التحولات وحتى في تاقلم المجتمع معها حاجه اخرى راهو تونس دوله قويه وتنجم تتجاوز جائحه كيف من هذه علاش كي نشوفوا في التجارب المقارنه نلقاو دوله كيما اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه خرجت بدمار شامل تقريبا مقعد عندها كان الموارد البشريه نتاعها ومارغريسا خدموا على رواحهم وقاموا بها قوة اقتصاديه دونك تقوليش دخل اليابان في تونس باهي نقول لك اللي تونس الثروه نتاعها في شبابها وفي كفاءاتها اللي قادرين في اي لحظه يخدموا عليها ويطلعوها يمكن اكثر حتى من اليابانيين دونك هذه حاجه اخرى تنجم تثبت الموقف نتاعي انه نلقاو حلول قابله للتطبيق على ارض الواقع الحلول هذه شنو اولها نحققوا الاكتفاء الذاتي نتاعنا في النشاط الفلاحي والشيء هذا مش صعيب وصار في التسعينات بالنسبة لتونس وزاد نفكركم في نجاعة منتوجاتنا التونسية كما زيت الزيتون عالمية ثاني حاجة أنه نقصوا من التوريد العشوائي ونركزوا على السوق الداخلية نتاعنا حاجة أخرى لازمنا في أقرب وقت ندمجوا الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم يعني نعملوا مضاعف قوة وحاجة أخرى رانا في كريز مش معناتها باش نفلسوا وفي الوقت ويسار نصوتوا لويسار محليه الابتسامة متاعك ويسار ليسر موتيفانت فيك الصحة ويسار عطاتنا برشا أرقام أمل أنه مؤشر النمو يمكن يخلط
بلس 4%، موضوع الرقمنة، السوق الداخلية، الاقتصاد، التوريد العشوائي، الأفكار هذه كل جميلة جدا. لكن كما قلت مريم ويصال، نحاولوا أن المفيد مش باش نعطيه برشا حجج، لكن أنه كل حجة تكون سمح لي قصة عليك بلاسة لعود التصويت فضلك. صوت أي مسيرش عود التصويت مشكلة. كاسي تولي على فكرتي تو هكا تو ربط ربط بين الأفكار، ربط بين الأفكار تحكيك شكرا. على شكرا هايثم ميرسي. الربط بين الأفكار والتكون مبنية بالقدية معناها الفكرة. وصال يعطيك الصحة. وصال عملت أستوس ذكية ياسر وقت اللي يبدأ عندك ستريس وتراك نجموا يستنفعوا منها المترشحين الآخرين، هي أنك ما تقعدش تغزر العباد تحكي معاهم، تفيكسي بوان هكا في الفضاء وتقعد تغزر له هو وتحكي معاه باش تغزر له ما يشكوكش في روحك. حلوة، عجبتني الطريقة بتاع الجيستيون بتاع ستريس اللي عملتها. أبرسا ما عنديش منضيف برشا الحجاج، جوست حاجة برك ننصحك باش تطلع على حاجتين. أولا مفهوم القيمة المضافة فيما يخص بالتوريد والاقتصاد بصفة عامة، ثانيا وربما هذا اللي تعمدت عليه أكثر على الهيمنة متاع ثقافة العمل والانضباط في اليابان وفي عديد الشعوب الأسيوية الأخرى. وقت اللي تحب تقارن بين اليابان وتونس لازم نحكيو فيها. سينو برافو، يعطيك الصحة ونخلي كلمة الأمل. أنا موافقتك على حكاية اليابان، على خطر اليابان ما هو شعب هابط من السماء، هو شعب كما شعوب الأخرى، لكن نوافق هايثم زادة في أنه هما الشعوب الأسيوية بصفة عامة عندهم ثقافة العمل في تراثهم وفي في موروثهم، دونك سي سيستيماتيك. زاد احنا ما حد شيء ما ينقصنا باش تولي عندنا ثقافة العمل، نقصوا جوست شوية الاتكال وسورتو ثقافة رزق بيديك، معناها وخدمني ووكلني ونعمل به. لهنا جينا التصويت، وصل التصويت. ويصال يعطيك الصحة. التصويت هو 63%. مرحبا بيك. صحة. دونك توا باش نعلنوا على الفائز. بأين ساعة نحب نعبر على سروري وفرحتي الكبيرة اللي في العمر هذايا عندنا شباب يتكلموا بالطريقة هذه وبالوعي هذا، ومش صحيح اللي يقولوا راهو الشباب مستقيل من الشأن العام، ديجا هنريناه في العينة هذه على الأقل. الشعب كله مستقيل. أوه على صنفور غضبان. شد ستيلو. شد ستيلو. حابش يتبدل تا. أوكي. الفائز بالنهائيات زعما نجم نجاوز الكورونا من غير كارثة اقتصادية زينة مسيوس ماكس هو أوس عبد العظيم، والمتحصل على 80% من التصويت. برافو أوس عبد العظيم، أو سيكون معنا إن شاء الله غدوة في اللايف. آي يا سيدي عندك الفريق الموالي. آي لا توا الفريق الموالي فريق المعارض للأطروحة. نبدأ بالمترشحة الأولى. مرحبا. مرحبا بيك. عسلامة. تعرفوا عليك؟ أميرة البني من جابس، عمري 19 عام، نشطة في المجتمع المدني. بارك الله. 19. مرحبا أميرة. مرحبا. تفضل اللي عندك 99 ثانية باش تقنعنا كيفاش ما نجموش نتجاوزوا كورونا من غير كارثة اقتصادية. زعما نجمو نتجاوزوا كورونا من غير كارثة اقتصادية؟ حسب رأيي أنه للأسف ما نجموش نتجاوزوا كورونا من غير كارثة اقتصادية. هو علاش تعاني الدولة التونسية من تدهور اقتصادي ومالي وانفجار اجتماعي من حيث الاعتصامات التي تجاوزت مئات الآلاف، وغلق طريق الانتاج بقفصة من اللي كان ينتج 8 مليون طن أصبح ينتج 2 مليون طن، إضافة إلى كارثة الكامور وشركات البستنة واللي تو انطلقت في أغلب ولايات الجمهورية، وحجر الصحي الشامل تسبب في زاد من سوء الوضع الاقتصادي في البلاد، من سوء الوضع الاقتصادي في البلاد، وخسرت الدولة التونسية أكثر من 161 ألف موطن شغل. ويزيد على هذا تراجع النمو، انقص، تحول النمو. كمل مازالوا عند تحول الرقم الترقيم السيادي من بي نيجاتيف الى من بي ستابل الى بي نيجاتيف.
اللي يخلي الدولة ما عادش تنجم تقترض وحظوظها تنقص، وحتى لو كان اقترضت تنقص تخلص انتيريس 11 و12% ما تنجمش نهار آخر تخلصهم. لذلك أنا نقول إن ما نجموش نواجه كورونا نتجاوزوا كورونا من غير كارثة اقتصادية. مثل عندك 9 ثواني. سيبو سيبو بي. هاي سيدي صوتوا على أميرة. صوتوا الأميرة. يا أميرة علاش دخلت بعضك يا أميرة؟ ساعة كنت ماشية في سنية صحيحة. باهي عادي. طابون 19 سنة سافا. الحجج كانت جميلة. راهو معناها مش خاطر دخلت بعضك. أنت قلت اللي احنا ماشيين في كارثة اقتصادية على خاطر الاعتصامات، والحاجة المهمة جدا أنا تعجبني برشا هو أنه نستندو إلى وقائع صايرة حاليا، يعني الأكتواليتي اللي تخيز أمبوخطان الحجر الصحي باش نبنيو على الحجر الصحي أيضا. الحجاج نتاعك كانوا باهي. صحيح. وان فيت راهو ما تغلط، رد بالك تغلط، راهو لفيت انك دخلت بعضك مش معناها باش تطيح النوت نتاعك ولا باش يقلل من حظوظك، با دي تو. عادي جدا تدخل بعضك دقيقه بعد في 39 ثانيه تعطينا محتوى ممتاز، تاخذ عدد ممتاز، رد بالك تغلط ما يصيرش فما حتى مشكل. العدد جاي دونك اميره، التصويت مجموع التصويت عطانا 56%. يعطيك الصحة يا أميرة، تفضل. نكملوا مع الفريق اللي ضد الأطروحة، معانا أميمة. مرحبا يا أميمة. عسلامة. أميمة الحجام، 19 سنة من صفاقس. مرحبا بك. كلم بالكويس أميمة باش نسمعوك. يلا عندك 99 ثانية باش تقول لنا أنت علاش ضد الأطروحة. زعما نجموا نتجاوزوا كورونا من غير كارثة اقتصادية؟ حاليا بالوضع اللي احنا فيه والحكومات المتتالية اكيد ما نجموش نتجاوزوا كورونا من غير كارثة اقتصادية. باش نلخص كلامي في 4 عوامل تبين اعراض الكارثة. اولا سوء إدارة الأزمة حكوميا تسبب في إفلاس الصناديق الاجتماعية مثل الكنام والسنساس وتسكير مئات المؤسسات الاجتماعية مثل وفق أرقام المعهد العالي للأحصاء. ثانيا الأزمة الاقتصادية اللي تتعدى بها تونس من 2011 جراء التقلبات السياسية والفساد اللي تغول في البلاد، إذ في 10 سنوات من الثورة تعدوا 10 حكومات وكل واحدة عندها ما عندهاش برنامج واضح ولا عباد متمكنين ينجموا ينفذوا هذاك البرنامج، دونك هي فقط حكومات لتسيير الأعمال. ثلاثة نسبة البطالة في تونس ارتفعت من 15.1% إلى 18.5% في 2020، دونك نسبة الفقر مش تتزيد، إذا مش نصيروا نقاسموا الفقر عوض الرخاء. نختم كلامي بالعامل الرابع والأهم اللي هو عجز في ميزانية الدولة بقيمة 11.4%. ميزانية الدولة كانت 19000 مليار دينار في 2011 ولات 50000 مليار دينار في 2020، أي أنها ضعفت بقيمة 2.5 مرات في ظرف 10 سنين. تونس في خطة كارثة، في خطة ثابتة للكارثة، مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. الحمد لله عندك وقت أميمة. سيانة عظمى عم فازة. أي حكاية قول أي كلمة. طيش طيش فازة 10 ثواني. طيب مش مشكلة يا أميمة. نحب أسألها حاجة قبل التصويت. أمل الحجاج نتاعك رتبتهم معناها حسب اولويات معينه في مخك؟ رتبتهم وحدك ولا عاونوك؟ نعم الاولويات الحجاج كيفاش رتبتهم؟ نورمال قيس تقول لي نورمال عادي. اي نورمال معناها هاني جاي في مخي الاول حطيت فوالا، دونك فماش ما عملتش اون ستركتور انت بالذمه هذاك كش حبيت. والله يا اخي انا كنت باش نقول يعطيك صحه على ستركتور، حرقت روحك انت. علاش صوتوا شبيحه صوتوا يزي هيثم عاد ما تستغلش اسئلتي. زيد صوت هيثم مش معناها خيبره وبالعكس عجبتني برشا، حبيت نفهم شنو اللي في مخك. لا انا عجبني الديسكور خاطر منظم جوستومون. عندي 4 غراند 1 غراند 2 غراند 2 ثبت لنا شويه في المعطيات. ورد بالك من الارقام، رد بالك من الارقام أميمة، تقول ميزانيه تونس راهي سامحني اي ميزانيه تونس كانت 19000 مليار دينار، 1000 مليار دينار راهو هنا فتنا ميزانيه امريكا كان صدقني ربي. 19 مليار دينار ولا 19000 مليون دينار. بون زيد تقول 1000 مليون دونك 19 مليار دينار وكا جست رد بالك من الارقام. سينو منظمه حجج معناها منطقيه اطلاع على الواقع. يعطيك الصحه.
اي انا سورتو عجبني النظام الاسترسال. يمكن جاك شويه ستريس في الوسط، اما نتصور لو كان كملت بريتم هذاك كنت تكمل 99 ثانيه نتاعك، خساره ما استغليتش ال 20 ثانيه الاخرانيين. على كل حال يعطيك الصحه، نرجع جوست ارتيكول ميو وكهو وعلي صوتك باش نسمعوك بالكدا. باهي اميمه التصويت عطاك 73%. يا ليل مرحبا بك. الفريق المعارض للأطروحة ما زلنا معاه ونستقبلوا المتبارية الثالثة. مرحبا، نتعرف عليك. سحر غرسلة، عمري 20 سنة، من تكلسة ولاية نام. شو تقرا سحر؟ ثانية تربية تعليم. مستقبل مدرسة معناها. عام جاي إن شاء الله. عام جاي إن شاء الله نتخرج. يعطيك الصحة اللي شاركت معنا، تفضل عندك 99 ثانية باش تقنعنا علاش تونس ماشية للكارثة. زعما نجموا نتجاوزوا كورونا من غير كارثة اقتصادية؟ أنا من رأيي ما نجموش. علاش؟ أولا الأزمة السياسية اللي هي المتمثلة في الأزمة السياسية المتمثلة في عدم الاستقرار السياسي اللي نشوفوه من خلال تشكيل زوز حكومات بين الموجة الأولى والموجة الثانية، يعني ما فماش استمرارية. يعني الأزمة السياسية هي عمقت الأزمة الاقتصادية اللي هي موجودة من قبل كورونا. اذا وما شفناش منوال اقتصادي واضح للحكومه باش نجموا نتجاوزوا الازمه. ثانيا الانتاجيه، تسبب كورونا في انهيار الانتاجيه اللي خلى في انهيار الانتاجيه تسبب كورونا في انهيار الانتاجيه اي تسبب كورونا في انهيار الانتاجيه وفقدان 161 الف موطن شغل وعاجز في الميزانيه اللي باش يوصل 8000 مليار. يعني مصاريف الدولة طلعت مقابل انخفاض مداخيلها. ثالثاً مديونية الدولة اللي هي موجودة من قبل كورونا، وزادت أزمة كورونا عمقت المديونية من خلال إجراءات التوقي والحجر الصحي اللي كلف الدولة برشا هذاك علاش اللي كلف الدولة برشا فلوس. هذاك علاش تراجع الناتج الداخلي الخام في مقابل ارتفاع في مقابل انخفاض مدخول من الضرائب. اذا الاقتراض هو الحل كان بالنسبه للحكومه. دل عندك زوز ثواني يلا. ثواني شو تعمل فيهم؟ يلا كمل تبي. لا خاطر بديت بون مش مشكله. لا علينا. سحر لي زاركومون تاعك انا ظهروا لي ياسر مقنعين، معناتها نتاع عبد اللي حضر دروسه بالكدا. جوست هذاك الريتم شويه ساكادي مش بون نتفهموا على خاطر سبا ايفيدون باش اول مره قدام الكاميرا. صوتوا شباب؟ تيان صوتوا. صوتوا. انت صوتت؟ لا هبش صوت تو سويت حالا. تعرفي يدور لي قاعده نخمم حتى انا عطاتني برشا ما نخمم. التشخيص نتاعك ممتاز ومشيت حطت الامور في سياقها ورجعت الازمه السياسيه اللي جبت منها ازمه اقتصاديه. يعطيك الصحه. لازمنا نصوتوا. هو في المجمل حق انا نشوف انه المستوى العام كله نتاع المتسابقين يبشر بكل خير، حاجه حلوه على الاخر ان شاء الله. سحر الحجج نتاعك جميله جدا ومبنيه بطريقه رائعه، ولكن حسيتك حافظه نص. لا مش حافظه بالحقيقه، حافظه هكا جست الانتاجيه المديونيه الوضع السياسي رؤوس اقلام. فهمتك. وانا حاولت هذاك علاش نبروفيزيك علاش دخلت بعض ما يصيرش ما حفظتش معناها برك تمبروفيزي تدخل بعضك خير من اللي ديما تحفظ. فوالا ذاك شو نحب ادخل بعضك الغدوه المفيد الافكار جميله اما بربي اقل حفظ هذيك راهو يؤدي الى انه هكا يعني عبدي سو بلانت وينسى كومبليتمون تنسى كلمه تنسى كل شيء. على كل حال نظرا لافكارك الجميله يا لالا رجت التحكيم عطاتك 70% في التصويت. يعطيك الصحه يا سحر. باهي الور ننتقلوا للمتسابق الموالي والاخير في فريق المعارض للاطروح. مرحبا بك عثيمه. مرحبا. سيدي ميمونه 17 عام من ولايه المنستير نقرا باكليتر. مرحبا سيدي بيك عايشك كيما الناس الكل. 99 ثانيه تفضل نسمعوا فيك. زعما نجم نتجاوزوا كورونا من غير كارثه اقتصاديه؟ للاسف حسب رايي لا. علاش؟
وضعنا السياسي متأزم، صراعات إيديولوجية وتجاذبات حزبية أدت إلى تخفيض في ال كم شدي به أدت إلى تخفيض نسق النمو ومتناسية الوضع الكارثي اللي احنا فيه، متناسية أزمتنا الاقتصادية اللي احنا فيها، مؤسساتنا العمومية أصلا تعبة من غير فيروس، زاد الفيروس كمل على مرمتها. ناخذ مثال على ذلك تونيسير اللي مهدد حاليا بالإفلاس بسبب توقف الطيارة. عندنا السياسات الحالية سياسات ترقيعية وليست سياسات إصلاحية، سياسات ترتكز بالأساس على الاقتراض. هذا الاقتراض أين تذهب تلك الديون؟ تذهب إلى دفع الأجور، تجاوز عجز الميزانية، ولا معنى مش الاستثمارات، إنها استثمارات يعني تعود بالمنتوجية للبلاد. عنا انهيار دينار بسبب تعويمه سمحنا، انهيار دينار أدى إلى ارتفاع التضخم، وبارتفاع التضخم معناه بشي يزيد ينهار دينار أكثر لو كان يوافقوا على طلب سيد رئيس الحكومة الأخير بتباعة العملة. اقتصادنا زاد نقطة أخرى، اقتصادنا يرتكز بالأساس على الخدمات، الخدمات قطاع الخدمات أكثر قطاع ضرب بسبب الجائحة يعني. وللأسف ما نجموش نجاوز كورونا من غير كارثة اقتصادية، على خاطرنا أصلا على أبواب الكارثة. يعطيك صحة يا شادي، ميرسي بوكو. ثانية ولا زوز لا فيو ثواني استهلك ثوانيه الكل، كمل في الوقت بالضبط معناها أمل بريسكي بعد 4 ثواني اون توكا يدولي اقل واحد عمل غاسبياج في الوقت. شادي سي بيان، انا ساعه نحيي فيك انك دحضت الفكره اللي برشا ناس ينشروا فيها على الباكليتر اللي فينا الماء باكليتر، ما قدرت انك تخوض في موضوع اقتصادي وخصته بالصحيح، معناها لي زيكزامبل اللي عطيتهم صحاح ديك الصحه وفاهم ماكش تتفافى كيما نقول. انا اون جرو ما فهمتش جوست علاش تكوانسيت ساعه، والله كنت ماشي صحيح. عادي مرة الأولى قدام الكاميرا عادي جدا، نسيت روحك أول تجربة على غالب خاطر ماهيش باكليتر. سي نورمال عادي جدا أول مرة. أنا عجبني المرة أخرى، عجبني كيفاش ركز على حكاية سياسة الترقيع اللي نسلفوا باش نسدوا عجز الميزانية ونخلصوا الأجور وما نستثمروش، وقت الاستثمار هو الحاجة الوحيدة اللي تنجم تخلق لنا ثروة في المستقبل. يعطيك صحة شادي. أنت يا شادي عطيتنا من الأخر. عرفت الديون ماشية للاستهلاك. كيف نحن ديجا احنا فاهمها. الديون ماشية تفيد فينا هي أون فيت من الأخر. فوالا دونك قطاع الخدمات زاد لفت الانتباه لحاجة مهمة برشا، قطاع تضرر كثيرا من الكورونا. يعطيك صحة. احنا اقتصادنا خاصة يرتكز على الخدمات أكثر حاجة يعني. يعطيك صحة شادي. يعطيك صحة يا شادي. التصويت أعطاك نسبة 76%. يا جماعة ضريتوني مرة أخرى، حلقة رجالية بامتياز. دونك مرة أخرى الفائز هو شادي. برافو شادي، برافو اللي وصل للفينال. دونك عنا أوس عبد العظيم وشادي ميمونة في الفينال غدوة إن شاء الله 9 متاع الليل. مع ذلك ما ننساوش أنه عنا برنامج الجيل الجاي بقية المايسترو هيثم المكي، واللي باش يكون جزء منه تنويه لجنة التحكيم. خممتوا في شكون في التنويه شباب؟ يس اكتبولي اسمع فاسكي بالفوسكه معناها سري، التصويت سري. قولها في قلبك. سيينا قلت ان توكا الحجاج اليوم نحب نقول اللي جابوهم الكل وكان ندمجوهم مع بعضهم يظهر لي عندنا برنامج اقتصادي، يا باش نقولوا نهائيا انه عندنا كارثه، يا باش ننقذوا تونس نهائيا. عرفت من الزوز التنويه اختي عطاها بون نشوف بالديمقراطيه كيفاش اي معناها اللي جاب اكثر اصوات هو اللي باش يتعدى للتنويه. دونك اللي جابت اكثر اصوات وفازت بتنويه لجنه التحكيم هي مريم بوسرصار. دونك مريم بوسرصار مبروك، باش تكون موجوده في الجيل الجاي غدوه مع هيثم وامين ومنار ان شاء الله. خساره للاسف، حبيت معناها انا بدي معناها حبيت يكون عندنا بنات في الفينال، لكن وقت اللي نخدموا ناخذوا الحجج ونخدموا جندر بلايند معناها يعني بدون مراعاة حتى
المحتوى، المحتوى هو الكل. اكزاكتومون، المحتوى هو الكل. هكا نكونوا كملنا البريسيليكسيون تاع زعما نتجاوزوا كورونا من غير كارثه اقتصاديه. نذكروا موعد جيل جاي غدوه، هيثم غدوه جيل جاي بالطبيعه تفرجوا فيها التسعه غير ربع، جوست ربع ساعه قبل زعما، وبعد زعما كيف كيف نرجعوا مع الجيل الجاي مع العشرة، من العشرة حتى العشرة ربع على قناة التاسعة. من تفرش في البرومو تقتل متاع الجيل الجاي، مش تكون حاجة حلوة على الأخر، أنا متأكدة. وإحنا زادة كيف كيف نكون معاكم في زعما نتجاوزوا كورونا من غير كارثة اقتصادية غدوة التسعة متاع الليل. ما تنساوش باش يكونوا الضيوف هما حكيم الحمودة وأنيس الجزيري مع أوس وشادي. إن شاء الله نهاركم زين.